السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الأول من تدريب الكوكتيل على الطيران الحر، تمام؟ طبعا شوف كيف أنا ربطته في الحبل، حطيته في قفصه، تركته شوي يتعود على المكان. هو برا في الحديقة، يعني حديقة بيتي، باب بيتي. المكان مش مناسب، ولكن ما عندي خلق أروح الحديقة الكبيرة وهتمشي بيها بالسيارة، لازم أروح لها. فخليته مربوط وبقى داخل القفص، فبدي أربط تدريبات بسيطة كدرس أول يعني، وهو موجود هيك. بتركه شوي عبين ما يرتاح ويتعود على الوضع، بصير أفتح له وأنا رابطه عشان ما يهرب يعني. إن شاء الله مربوط ونشوف كيف يعمل يعني. يلا توتي، تعال 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 تعال، قال تعال تعال توتي، تعال 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 تعال، يلا تعال توتي توتي. متضايق من الحبل، هو بعده جديد على الحبل. توتي تعال تعال تعال، يلا يلا يلا، تعال 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 تعال، يلا يلا يلا، تعال 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 تعال. شوف ما شاء الله، هيها هذا الدرس الأول، شاطر من طعمي طبعا. يوقف على راسي، يلا تعال تعال. اجا من طعمي، خليه ياكل. الدرس الاول كيف تخليه يجي عندك وتطعميه شوي، تخليه ياكل اللقمه ما تخليه يشبع. خلينا نبدا بالدرس الثاني. هسه الحبل هذا مش طويل، يعني نستمر على هاي الطريقة طبعا. هسه برجعه فوق القفص، برد نادي عليه، برجعه فوق القفص، برد نادي عليه، عبين ما يتعود. بعدها المرحلة اللي بعدها تجيب حبل أطول وتروح مسافة أكثر، يعني تفاهم، تخليه يطير لعندك. هي هيك مسألة بسيطة، بس بدها شوية حذر عشان ما تضيع طيرك. نعيد الكرة، يلا تعال 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 توتي، تعال توتي، تعال يا تعال 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 يا توتي، تعال 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 يلا تعال 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 يلا تعال تعال توتي، تعال 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 يلا تعال 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 يلا يلا توتي. ملتهي بالحبل، اصبر عليه، كل شي بده صبر. تعال تعال تعال، تعال.